يوتيوب بالمجد للأطفال، اشترك الآن. نقضي معا وقتا جميلا ممتعا، نحن البنات الرائعة. ايه ده بجد؟ انا هستناك، انا مبسوطة جدا انك هتقضي معانا الاجازة. ماشي حبيبي، مع السلامة، رعاية الله. اتفضل يا حبايبي. شكرا يا ماما. طب يا بنات انا هروح اشتري حاجه بسرعه واجي، لما بنت خالتكم تيجوا اهتموا بيها لحد ما نرجع تاني. حاضر يا ماما. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ الله، تفاح؟ ينفع اخد قطعه؟ لا استني يا مريم. انت بتعملي ايه يا رو؟ انت بتعملي ايه يا مريم؟ بدور على القطع الكبيره. ما انا ما اظن كلهم متساويين. مش هتفرق يعني اي قطعة. لا طبعا انا بدور على القطعة الكبيرة ليا انا، بعدين التفاحة دي بتاعتي. اتفضلي تفاح. شكرا. اخد دي كبيرة وافتح الرز. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا رز. اتفضلي يا رز تفاح. شكرا يا ملك، ربنا يخليك. هي فين خالته؟ راحت تشتري لنا شوية حاجات. تمام. اتفضلي يا ملك، اتفضلوا. دي كوكيز انا عاملاها. اتفضلي. الله، كوكيز اللي انا بحبه. اتفضلي. شكرا يا روز. ايه ده يا مريم، دي الكوكيز اللي انا كنت باكل منها. بصي يا مريم، اتفضلي كيس تاني. شكرا يا روز. عادي يعني، مش مفيش فرق ولا ايه؟ لا طبعا فيها فرق. اتفضلي الكيس التاني ده فيه اتنين، وانا هكمل الكيس بتاعي. طيب يا جماعه بقى، انا هدخل اكمل المذكرة. ايه ده يا ملك، مش ده الكشكول بتاعي؟ ايوه يا مريم، انا لقيته فاضي فمحتاجه اكتب فيه فكتبت فيه. بس ده بتاعي. ما خلاص، انا اللي لقيته الاول بقى بتاعي. ما تزعليش يا مريم، انا معايا كشكول تاني ليكي زياده. اتفضلي. مش مهم يا فيروز، انا مش زعلان، بس الكشكول ده بتاعي، وانت يا ملك مش بترضي انك تديني اي حاجه من حاجاتك. طب انا ما كنتش اعرف ان هو كان بتاعك. طب معلش يا ملك، من فضلك ابقي خدي بالك بعد كده. حاضر. ماما افتح لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا روز، عاملة إيه؟ الحمد لله يا خالتي. أنا النهاردة بقى علشان روزة معانا جبت لكم حاجة حلوة. يا سلام. تفتكروا بقى الشنطة دي فيها إيه؟ إيه ده؟ ماما ممكن توريني كده؟ اتفضلي. إيه ده؟ الله، أنا هاخد دي. اتفضلي يا روز، اختاري من الاول اللي انت عايزاه. ماشي، خدي. بس يا روز انت بتحبي اللون الاحمر. مش مهم يا خالتو، بدل ما مالك اختارته انا كده كده برضه بحب اللون ده وما عنديش معاه اي مشكله. قد ايه يا روز انت حلوه، وانت كمان يا مريم، عشان خليتي اختك هي اللي تختاري الاول. طب وفيها ايه لما نختار الاول يا ماما؟ ما انت اكيد برضه يا مالك بيحب اخواتك، وانت ممكن تحطي هنا كل حاجه، كل واحد ياخد اللون اللي بيحبه. طب حاضر يا ماما. انا مش عارفه ماما شايفاني غلطانه ليه، على وني يعني عادي لما انا اختار الاول. هي تلاقي فيروز دلوقتي متغاظه علشان خاطر انا خدت اللون اللي هي بتحبه. طب انا بقى هاخد اللعبه وافضل العب قدامها وتغيظ اكتر واكتر.
ايه ده؟ الله، العقد ده جميل قوي. ايه ده يا ملك؟ مش العقد ده بتاعي؟ انت ليه فتحتيه من الكيس وكمان ده مكتوب عليه اسمك؟ ايوه مريم، عادي هحتاجه. تحتاجيه؟ هو انت يعني هتسيبي بتاعك الجديد في المناسبات وتبوظي بتاعي؟ وبعدين هي امي جايبه لنا كل، لان الحاجات كلها بتبقى جديده. ما انا بتاعي برضو جديد، من فضلك سيبيه. لا يا مريم، ما انا هخلي بتاعي جديد عشان ابقى البسه في اي مناسبه. يعني انت دلوقتي هتحافظي على بتاعك في المناسبات وانا بتاعي هتبوظيه؟ معلش يا مريم، بعد اذنك هلبسه بس في المناسبه دي. طيب يا مريم. مالك يا مريم قاعدة زعلانة كده ليه؟ أصل مالك يا ماما ضايقتني النهاردة كتير. مالك فعلا غلطانة، مش عارفة هتعاني من الإيثار امتى. يعني ايه؟ ايه ده؟ إيثار؟ يعني ايه إيثار؟ يعني يا مريم إننا نقدر نستغنى عن حاجتنا. يعني هقولك مثلا لو انتي معاكي ساندوتش وصاحبتك جعانة جدا جدا جدا، مش انتي هتروحي تاكلي؟ ممكن تديها نص الساندوتش، او لو هي جعانه جدا تديها الساندوتش كله. انت كده كده هتروحي وهتاكلي. صح، معاكي حق. ملك انت بتعملي ايه؟ انا خلاص المساله دي هبدا مساله ثانيه. قولي حاجه يا مريم. انت بتعملي ايه يا ملك؟ انا دلوقتي خلاص خلصت مذاكره وهبدا اقرا في المجله. طيب معلش، ينفع اخد قلمك علشان انا قلمي اتكسر؟ لا يا مريم معلش، انا ما بحبش ادي حاجتي لحد، وبعدين انا ايش ضمني انك مش هتكسري القلم بتاعي؟ صدقيني يا ملك مش انا اللي كسرت القلم. لو سمحتي اسمحي لي ان انا امسك قلم. لا يا مريم برضه معلش، انا مش بدي حاجتي لحد. في ايه يا بنات؟ في ايه؟ ايه المشكلة؟ يا ماما انا قلمي اتكسر، فانا بقول لها ان هي تديني قلمي علشان قلمي اتكسر، مش عارفة ايه اللي كسرته، وهي خايفة ان انا اكسر قلمها، واصلا مش انا اللي كسرته. انا اسفة يا مريم، انا قعدت عليه النهاردة وانا مش واخدة بالي. فداك يا روز. مفيش حاجة يا مريم، اتفضلي دي اقلام جديدة واحلى عشان فيروز كسرت لك الاقلام غصب عنها. انتي وروزة كمان الاقلام دي. خلاص سلامة بقى ملك، عايز تحتفظ بقلمك؟ انا كنت جايبه انتوا اتنين كل واحد قلم. شكرا يا ماما. شكرا يا خالتي. طب مش معنى انا عشان الملك الايثار، وكمان ما رضيتيش تساعد اختك وتديها القلم. وفي ايه في القران بتقول ويأثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، وعشان كده لازم تعلموا ان الايثار هو صفه الابطال. الايثار صفه الابطال. انا خلاص يا ماما، اسفه. اسفه يا ماما، واسفه يا روز، واسفه يا ميمي، ومش هعمل كده تاني، واي حاجه هجيبها هشارككم فيها، وهتعلم الجمله اللي ماما قالتها وهي الايثار صفه الابطال. بنات.